يتكلم اسم المنطقة بالكامل ابدا، بس نحن ماشيين باسم الفريق. نحن ابناء عشائر منطقة ريف المعرة الشرقي، نطالب الجانب التركي للضغط، وهذه الناس اتت من كل حب وصوب من اهالي القرى في هذه المنطقة للضغط على الجانب التركي لاعادة الاهالي الى قراهم حسب البنود والاتفاقيات التي اتفق عليها مؤخرا في استانا.